أهلا بكم مع موجز الأنباء من بسك. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنئ العالم الإسلامي بحلول ليلة النصف من شعبان. وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 153 حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. بعد إجراء أكثر من 14 مليون عملية تطعيم ضد فيروس كورونا، تركيا تنتقل إلى فئة عمرية جديدة بتطعيم المواطنين فوق 60 عاماً باللقاح. الخارجية التركية تدين بشدة التفجير الذي استهدف كنيسة في مدينة ماكاسار جنوبي إندونيسيا وأسفر عن سقوط 20 جريحاً على الأقل. الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن استقبال 15% من إجمالي سعة الجماهير في ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول في المباراة التي ستجمع منتخبي تركيا ولاتفيا ضمن تصفيات مونديال قطر. مئات الطلاب يخوضون امتحان القبول الجامعي التركي الذي أعدته جامعة حران الحكومية التركية في مدينة تل أبيض ورأس العين شمال سوريا. السلطات المصرية تعلن نجاح تعويم مقدمة سفينة إيفر جيفن العالقة في الممر المائي لقناة السويس بعد نحو أسبوع من تعطل الملاحة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. مسك وعم تعالى هالراي لمحبتنا أحلى حكاية إيد الطبطب جرح وهم إيد تغني فرحة لم إيد ترسم بكرة أحلى خطط للأيام الجاي مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها مع مسك يومك مش عادي مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا مسك الفرحة بغربتنا سوا مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا مسك الفرحة بغربتنا صباحك مسك صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر صباح الفنون ولحن الأغاني صباح الحوار الذي فيه نكبر صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر وسحر الأناضول ينساب عشقا سميت وجبن وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتهون وأكثر
أسعد الله صباحكم متابعينا ومشاهدي مسك ومستمعي مسك، أكيد مهم ما كنتوا عم تتابعونا بأي مكان أنتوا فيه. يسعد صباحكم، يوم جديد، بداية جديدة، يوم الاثنين 29/3. الله يجعل صباحاتنا وأيامنا كلها سعادة وراحة بال وتوفيق ورزق. ليلة مباركة كانت امبارح، وأصوات الدعاء يلي عم تضج كانت فيها أرواحنا وأنفسنا، عل وعسى يا رب تكون استجابة وتحقيق للأمنيات وأدعيتنا بإذن الله تعالى بهذا اليوم الفضيل وهي الأيام المباركة نحن فيها. طبعا كالعادة زميلنا اليوم بلال كان لازم يكون معنا بس هو بإجازة، بنتمنى له أكيد التوفيق والتيسير، وأكيد رح نستفقد له اليوم وبكرة غالبا بحلقاتنا. إن شاء الله يا رب أموره تكون بخير وميسرة. أكيد سلاماتنا له وتحياتنا له وللجميع، لجميع كادر مسك اللي معنا عم يرافقنا بحلقتنا اليوم. مشوارنا بساعة ونص تقريبا من الوقت رح يكون عنا العديد من الفقرات والمواضيع المنوعة، وحتى الضيوف اللي حيشاركونا بفقراتنا لليوم. قبل ما نحكي عن فقراتنا شو في عنا مواضيع، خلونا نتابع سوا شو في أحداث عالمية صارت بتركيا أو حتى أحداث تركية محلية مهمة حدثت في هذا التاريخ اللي هو 29/3، 29 آذار مارس أو مارت كما يسمى باللغة التركية. في حدث في مثل هذا اليوم، ومن ثم نعود لنتابع. في عام 1430 الجيش العثماني بقيادة مراد الثاني يفتتح مدينة سالونيك اليونانية. في عام 1432 ولد السلطان محمد الفاتح الذي كان السلطان السابع للإمبراطورية العثمانية ولقب بالفاتح بعد فتحه لإسطنبول. في عام 1929 ارتحل الألمان المقيمون في إسطنبول إلى ألمانيا لأجل التصويت لهتلر. في عام 1957 فرض حظر التجول في قبرص، وذلك بعد تصاعد التوتر والاحتجاجات في الجزيرة. في عام 1968 تم إجراء أول عملية زرع كلى في تركيا من قبل الطبيب تايكورت وفريقه. في عام 1974 مسبار ناسا مارينز يعتبر أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد. في عام 2002 الفتاة الفلسطينية آيات الأخرس تفجر نفسها في متجر بالقدس الغربية. عودة مجددة متابعينا بصباحك مسك، مثل ما تابعنا أحداث مهمة الحقيقة صارت بهذا التاريخ أو بالتواريخ يلي مرقت على مدار الأعوام الماضية بتركيا بشكل خاص، خلونا نبلش نخبركم شو في عنا فقرات اليوم بساعتنا. رح نبلش أول شيء بموضوع جدا مهم وخبر ضجت فيه صراحة مواقع التواصل الاجتماعي، وهو موقع يمكسبت. يمكن كلياتكم بتعرفوا هذا الموقع اللي في من خلاله تطلب الطعام. أعلن تعرضه لعملية تهكير وقرصنة إلكترونية وسرقة بيانات. طبعا رح نعرف تفاصيل أكثر عن هالحادثة، رح يكون ضيفنا الأستاذ بسام شحادات خبير بالتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، رح يحكي لنا شو هي الحادثة، كيف صارت، وكيف أصلا بيقدروا هيك مواقع يتجنبوا عمليات التهكير والقرصنة اللي ممكن يتعرضوا لها من خلال ممكن الهاكرز اللي بيكونوا موجودين ومنتشرين ومترصدين لهيك مواقع مهمة. كثير من الأشخاص بفوتوا بينزلوا فيها بياناتهم الشخصية وحساباتهم البنكية إذا فينا نحكي. رح نحكي تفاصيل بإذن الله بعد قليل مع الأستاذ بسام عن هذا الموضوع أكثر وأكثر ونتعمق فيه بشكل جوهري. بساعتنا الثانية، قبل ما ننتقل ساعتنا الثانية، سؤالنا التفاعلي هو متعلق بموضوع يلي عم نحكي فيه وهو تهكير البيانات القرصنة. هل سبق وتعرضت لابتزاز الكتروني ممكن أو قرصنة لحساباتك الشخصية؟ هل أنت بالأشخاص يلي بتفضل التسوق الإلكتروني والشراء عن طريق الإنترنت؟ تحكي لنا تجربتك بهذا الموضوع،
أو حتى تسجلونها بتعليقاتكم على الفيسبوك، رح نقراها مباشرة إن شاء الله بفقرتنا التفاعلية أو من خلال استقبال اتصالاتكم يلي منذكر بأرقام التليفونات بإذن الله والأرقام التواصل بعد قليل. إذا بدنا نحكي عن ساعتنا الثانية، ساعتنا الثانية كمان فيها العديد من المواضيع المهمة، رح يكون ضيفنا الرئيسي وضيفتنا هي بصراحة رح تحكي لنا عن نصائح جوهرية لأخطاء ممكن أن يقع فيها المستثمر في تركيا بشكل خاص، مين هن الأشخاص اللي حابين يقوموا بعمليات الاستثمار وممكن التجارة بتركيا أو الاستثمار بشكل من نوع آخر من أنواع هذا المجال، رح يتعمق بالنصائح اللي ممكن توجهها الدكتورة، رح تكون معنا الدكتورة شذى عصفور وهي مستشارة تطوير أعمال واستشارية بمجال الاستثمارات، رح تحكي لنا عن هذا الجانب، تقدم لنا نصائح وتحكي لنا أصلا هي عن تجربتها بهذا المجال بإذن الله تعالى، سر نجاحها والإنجازات اللي قدرت تحققهم بمجال الاستثمارات وحتى النصائح اللي ممكن تقدمها. إذا بدنا نحكي كمان بساعتنا الثانية رح يكون في عنا تقاريرنا يلي كالعادة عم تكون تقارير منوعة وخفيفة متعلقة سواء كان بالمواقع التركية المشهورة بتركيا بما يتعلق بالمتاحف التركية أو حتى الميادين الحدائق، وممكن تقارير أيضا تناقش أو تغطي موضوع العادات التركية المشهورة اللي ما زالت إلى حد الآن العديد من أبناء المجتمع التركي والمواطنين الأتراك يتمسكون بهي العادات. أيضا كنا كمان عم نسلط الضوء بتقاريرنا على الأكلات التركية المشهورة يلي بيشتهر فيها المطبخ التركي أو حتى المطاعم التركية، لكل مين بيزور تركيا ومطاعمها لازم تكون هدول الأطباق من الأطباق الرئيسية الموجودة فيها. تقريرنا اليوم رح يكون عن متحف مهم للغاية وبيوثق مرحلة تاريخية مهمة وهي فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. صممت الدولة التركية متحف كامل يخلد هذه الذكرى وهذه الملحمة والمعركة التاريخية المهمة بتاريخ تركيا. رح نحكي عن متحف بانوراما التاريخي، وين هذا المتحف وتفاصيل أكثر عنه رح نعرفها إن شاء الله بالتقرير اللي حنعرضه بساعتنا الثانية. طبعا حابة بس قبل ما نبلش ب مواضيعنا يعني كلها حابة شوي أقرأ تعليقات على الفيسبوك والتصبيحات يلي بلشت تجينا. محمد خالد عم يصبح علينا ويقول صباح الخير، الله يبعد عنا وعنكم الأمراض، صباحك خير يا محمد وإن شاء الله يا رب تكون بصحة وعافية وسلام بإذن الله تعالى، ونتمنى لك الصحة أكيد. نسيم عم يعلق لنا، نسيم لننهض في تفاؤل وننتظر صباحا جميلا يطل علينا فتشرق فينا الشموس ويستيقظ فينا الأمل. ما أجمل هاي الكلمات اللي بتبعث بأرواحنا عن جد جرعة من التفاؤل إذا فينا نحكي. شكرا لك يا نسيم على هالصباح الجميل، وإن شاء الله نتمنى لك يوم مليء بالتفاؤل وحتى الأمل بإذن الله تعالى. خليل كمان عم يصبح علينا وعم يقول، خليل حسين عم يصبح علينا، صباح من رحيق إحساسكم ومن نشوة أرواحكم من حفيف أمسياتكم، صباح تسكنه أمواج مزاجكم بنفس الحروف ببنفسج الحروف وعذوبة الفرح. يسعد صباحك يا خليل على هالكلمات اللي وصلنا عطرة الجميل فيها، بدنا نشكرك على هالصباح وإن شاء الله أيامك كلها سعادة كمان ومليئة بالطاقة الإيجابية إذا فينا نحكي والروح الجميلة، وإن شاء الله بتتيسر كل أمورك وكل أمور مين عم يسمعنا، كل سيدة استيقظت هلأ وبلشت تشتغل ببيتها أو حتى تتابع أولادها أو حتى تروح العمل، أو الشباب اللي هلأ هنن بأعمالهم بمشاغلهم عم يتابعوا أمورهم، أو حتى الطلاب اللي فاقوا ليستيقظوا ويدرسوا ويشتغلوا، إن شاء الله بنتمنى لهم كلياتهم صباح مفعم بالحيوية والطاقة والروح الإيجابية. بداية أسبوع جديدة، دائما خلوا الابتسامة على وجوهكم وحاولوا بلشوا فيه عن جد بروحك جديدة وجرعة جديدة من الأمل والتفاؤل، مثل الرسائل اللي وصلتنا أكيد على الفيسبوك اللي كلياتها بالفعل بتبعث روح التفاؤل والأمل.
ما بعرف إذا صار جاهز لبين ما يصير عنا اتصالنا مع الأستاذ بسام شحادات اللي هو رح يحكينا مثل ما ذكرنا عن عملية القرصنة اللي صارت. رح نحكي شوي عن آخر الأخبار التركية المتعلقة ب كالعادة إحصائيات وزارة الصحة اللي بتأعلنها مساء كل يوم. فوزارة الصحة التركية أعلنت مبارح عن عدد الوفيات والإصابات وحالات الشفاء بفيروس كورونا ليوم الأحد 28/3 يعني مبارح. الوزارة قالت في بيان اليومي أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا بتركيا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 29,058 حالة، ليصبح العدد الكلي للإصابات 3,200,000 حالة تقريبا، ما يقارب 3,200,000 حالة. هلأ هون في نقطة مهمة، أنه نحن عم نشهد زيادة بأعداد الإصابات، وهذا مؤشر جدا يعني مرعب إذا فينا نحكي، يعني بيبعث للقلق، بيبعث للتوتر بصراحة. ما بنعرف نحن يا ترى على أبواب إغلاق مجددا ولا على أبواب إنه إن شاء الله يا رب هي الموجة إنه ذروة مثلا يومين ثلاثة فترة معينة وبترجع بتنزل أعداد الإصابات. للأسف يعني مبارح كنت برات البيت وحتى يوم السبت شفت يعني شيء مو طبيعي، كانت حركة الناس بالشوارع، يمكن استغلوا لأنه اليوم مشمس وبلش الجو يصحى وبلش يعني نبلش ببدايات الربيع، فالعالم كلياتها بالأسواق منتشرة، أبدا ما في التزام بالتباعد الاجتماعي إلا ما ندار، المواصلات العالم فوق بعضها. فهالإصابات يعني مو عن عبس عم تكون مزدادة بهالفترة. إن شاء الله يا رب يعني ما بعرف إن شاء الله تخف بقى أعداد الإصابات، إن شاء الله العالم دائما تضل عم تحط ببالها إنه هذا وباء ما له يعني شيء عرضي وإنه يلا نعدينا وخلص، لا هو بيكون عم يضر غيره بعيد الشر في حال انصاب وما عم ياخذ التدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية اللي لازم يكون أخذها بعين الاعتبار. كمان بالنسبة لبيان، نرجع بالعودة لبيان وزارة الصحة، أعلنت أنه عدد الوفيات تم تسجيلهم مبارح 153 وفاة جديدة، وصل العدد الكلي للوفيات 31,076 حالة. تابعت كمان الوزارة أنه تم تسجيل ما يقارب 17,164 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بارتفع عدد المتعافين بالوباء إلى ما يقارب 1,957,000 شخص. في خبر بسياق متصل إذا فينا نحكي، موضوع الخرائط اللي مبارح تداولتها كمان مواقع التواصل الاجتماعي لكل ولاية، عم تظهر فيها نسبة زيادة أو نقصان انتشار وباء كورونا فيها. رح نبلش بعنوان تصدرته مواقع التواصل الاجتماعي وعم يقول خريطة كارثية لولاية اسطنبول عم تظهر حجم التفشي وباء كورونا فيها. وقالت يعني مصادر الإعلام التركية أعلنت أنه حالات الإصابة بفيروس كورونا بالفعل بتركيا بلشت تقريبا 30,000 مثل ما ذكرنا، طبعا 30,000، أما باسطنبول بشكل خاص ارتفع عدد الحالات أسبوعيا فيها 78.25 إلى 251.12 باسطنبول. طبعا هذا زيادة كبيرة بيدل على أنه احتمال ممكن اسطنبول تنتقل من الدرجة البرتقالية إلى الدرجة الحمراء، وإن شاء الله نحن ما بنتمنى هذا الشيء، بالعكس نتمنى أنه تتراجع الدرجة بأعداد الإصابات وحتى بمساحة انتشار الوباء في الولاية. على ما يبدو الأستاذ بسام صار جاهز. تمام، الأستاذ بسام صار جاهز. أكيد رح نرجع نذكركم بالخبر يلي صار ودولته مثل ما خبرنا وسائل التواصل الاجتماعي. موقع يمكسبت الشهير يعلن تعرضه لعملية قرصنة إلكترونية وسرقة بيانات عملائه يلي بتشمل الاسم والشهرة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وحتى عنوان السكن، وتأكد أنه لم يتم الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. لنحكي أكثر عن موضوع اختراق البيانات الخاص بموقع يمكسبت بصرنا أنه نرحب بالأستاذ بسام شحادات، خبير بالتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية. يسعد صباحك أستاذ بسام. وصباحكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام، كيف صحة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير، الله يسلمكم. الله يسعدك يا رب. أستاذ بسام، لو تشرح لنا الموضوع اللي صار، كيف هو صار حادثة اختراق البيانات لموقع يمكسبت المشهور يلي المئات وربما الآلاف بيشتروا من خلال هذا الموقع؟ حياكم الله. طبعا التفاصيل
الآن غير معروفة، وهذا الموضوع ما بيتم نشر تفاصيله كافية لأنه القضية إلى بعد جنائي والسلطات حاليا عم تحقق فيها، لأنه يعني هاي البيانات بيأثر كثير على المستخدمين. نعم. طبعا البيانات اللي تم تسريبها هي ليست بالآلاف ولا عشرات الآلاف، هي بالملايين. عدد مستخدمين تطبيق يعني ملايين المستخدمين، ولم تصرح شركة يميكس باتي عن حجم البيانات التي تم تسريبها. التصريح جاء أنه حصل اختراق، تم تسريب بيانات المستخدمين، تم توضيح ما هي البيانات التي تم تسريبها، لكن بقية التفاصيل تقدم للسلطات المعنية لأنه سيتم فتح تحقيق جنائي حتى يتم الكشف عن من هي الجهة أو من هم الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية، وفي حال تم الوصول إليهم سيتم محاسبتهم قضائيا. لكن إلى الآن لا يوجد أي شيء. السلطات، هيئة حماية البيانات الشخصية، تلزم أي شركة لديها بيانات المستخدمين في حال حصل تسريب بيانات أو اختراق أن تعلن عن هذا التسريب حصل وما هو التسريب وكيف حصل للجمهور وللهيئات المعنية، وهذا ما التزمت به يميكس باتي حتى تبرئ نفسها من أي قضية أو مشكلة ممكن تتعرض لها لاحقا. لكن هذا لا يعني أن يميكس باتي حاليا هي في أمان. الآن السلطات فتحت تحقيق جنائي رقمي في القضية، والتحقيق سيصل إلى مجموعة معلومات أهمها هل هذا التسريب حصل ب إهمال من شركة يميكس باتي. في حال ثبت أنه يميكس باتي قامت بإهمال حماية البيانات فهذا سيعني أنها ستتعرض لغرامات كبيرة جدا، ومن ثم سيتم التحقيق لمعرفة من قام بهذا التسريب أو هذا الاختراق، وفي حال تم كشفه فأنه أيضا سيتعرض ل يعني السجن والغرامات وغيرها من التفاصيل. لكن الآن هذه التحقيقات بدأت وغير معروف متى ستنتهي وكيف ستكون نتائجها. بصراحة فعلا أنا كنت حابة أعرف أنه قديش ممكن فترة هالتحقيقات تستمر، يعني موضوع أنه طالما بلش التحقيق ده ممكن يأخذ وقت، بس طالما تبقى القضية مفتوحة والتحقيق جاري حتى الوصول إلى الحقيقة، قد تنتهي في أيام أو أسابيع أو أشهر. نعم. طيب مثل ما عم تقلنا، هلأ أنا لسه ما سمعت مزبوط قديش ممكن يكون الأعداد التقريبية لحسابات الأشخاص اللي تم اختراقها، إذا عندك أي معلومة أستاذ بسام. وبنفس الوقت شو مدى خطورة هذا الشيء اللي صار على المستخدمين؟ هل حيشكل بالفعل، يعني طالما تم تهكير مثلا أو تم الدخول لمعرفة خلينا نحكي اسم وشهرة وأرقام التليفونات أو حتى البريد الإلكتروني، شو مدى الضرر اللي ممكن يكون على هؤلاء المستخدمين اللي تم الوصول لبياناتهم؟ الشيء المطمئن حاليا انه يعني يميكس باتي اعلنت ان البيانات التي تم الوصول اليها لا تشمل بطاقات المعلومات البنكيه. هذا امر يعني يقلل مطمئن جدا، لانه لو تم الوصول الى بيانات مستخدمين في البطاقات الائتمانيه فهذا يعني انه يمكن ان يكون هنالك تسريب وسرقه اموال من بطاقات المستخدمين، وهذا كان سيكون كارثه. لكن الى الان الحمد لله ما يظهر انه ليس هنالك تسريب لبيانات المستخدمين المتعلقة في بطاقاتهم البنكية، وبالتالي الآن التسريب معني في التسريب الذي حصل في البيانات الشخصية. ماذا يمكن أن يضرني أو يضرك أو يضر أي مستخدم؟ نعم بالفعل. يميكس باتي سابقا أن يتم نشر بياناته. الآن هذه الجهة التي حصلت هذه البيانات تريد أن تستفيد منها، ممكن أن اليوم أن يتم بيع عناوين بريد إلكتروني للشركات الدعاية والإعلام، وبالتالي سيؤدي هذا إلى أن مواقع يعني عناويننا البريدية ستصلها رسائل يعني دعائية كثيرا، وقد يكون جزء منها رسائل احتيال. أيوة. أو ممكن يكون اختراق، يعني كمان هي بوابة مثلا تخلينا أنه نفوت على مواقع وبالتالي يتم تهكير لحساباتنا مثلا، ممكن التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الثانية. وقد يكون يتم هناك تسريب عناوين الهواتف، قد يكون هناك تسريب لبيانات أخرى متعلقة في طلبات الشراء وغيرها. بالفعل. هذه بيانات الجهة التي ستشتريها والجهة التي ستصل إليها هي ستحاول استغلالها. وهذا بالنهاية شيء يعني مضر بشكل عام في الجمهور، لدى الجمهور. وبالتالي يعني أي تسريب لأي بيانات مهما كان حجمه هو شيء فيه ضرر. حتى لو كان التسريب هذا لبيانات يعني ليست كبيرة. هنالك نقطة الآن أيضا يعني تم الانتباه لها، أن البيانات المسربة جزء منها هو كلمة سر. أيوة. لو كان أنا اليوم أستعمل كلمة سر في ميكس باتي هي نفسها كلمة سر في بريدي الإلكتروني، هذا يعني أنه ممكن أن يأخذ بريدي إلكتروني وكلمة سر ويمكن الدخول فيهم إلى بريدي إلكتروني. لكن الشيء المطمئن أن كلمة سر التي تم تسريبها هي كلمة سر المشفرة، وفك تشفير كلمة سر هذه لا يمكن أن يكون بسهولة، وبالتالي هذا يجعلها أيضا آمنة، لكن هذا الأمر ليس مضمون
على المدى الطويل. طيب استاذ بسام، هل يعقل انه هدول الاشخاص اللي هكروا بالفعل او قاموا بالقرصنه انه وصلوا لكل هالبيانات، وقفوا عند الحسابات البنكيه وما قدروا يخترقوا؟ هل تم مثلا تدارك الامر، ام انه بالفعل هن ما قدروا يفوتوا لا يحصلوا على الحسابات البنكيه؟ كيف هي تحليلك لهذا الموضوع؟ لانه السبب انه البيانات البنكيه وبطاقات الكريدت مخزنه على سيرفرات مختلفه عن سيرفرات ميكس. ايوه نعم، السيرفرات المملوكه لبطاقات ائتمان الكريدت، وبالتالي هي في مأمن ان المخترق وصل الى سيرفر ميكس، وبالتالي ماذا وجد عليه من بيانات تم الحصول عليها. اما بقيه البيانات موجوده على سيرفرات مختلفه، والوصول لهذه السيرفرات كان صعب، وبالتالي هذا منعهم من أن يصلوا إلى بيانات البطاقة الائتمانية. أيوة نقطة مهمة للغاية. طيب هلأ أنت أستاذ بسام، شو بتنصح لكل حدا عم يسمعنا ويشاهدنا؟ بالفعل في كتار من الأشخاص بيفضلوا موضوع أو بيتسوقوا أولا من يمك سبته، وتانيا بيتسوقوا عن طريق الإنترنت، وأنا من الأشخاص اللي بالفعل بروح يعني بنزل بياناتي مباشرة، وحتى الحسابات البنكية الحساب البنكية بشتري من خلاله أصلا، يعني إذا بدي يقوم بعملية الشراء، لأنه في كتير من المواقع ما بترضى أنه أنت تدفع له عن طريق الباب، إجباري لازم تقطع سعر العملية الشراء قبل ما يعني تجيك او تصل عندك القطعه. فهون انت شو بتنصح اي حدا مستخدم لهدول المواقع او للشراء عن طريق الانترنت لحتى يتجنب هاي المخاطر، او حتى يصير معه بعيد الشر عمليه تهكير وقرصنه للحسابات البنكيه بشكل خاص؟ طيب البدايه، هذه عمليه الاختراق التي حصلت في ميكسبتي هي تحصل في مواقع كثيره. موقع ميكسبتي كما يقال بالعاميه عليه العين، الناس تتابعه، الحكومات تتابعه، وبالتالي لا يمكن له ان يحصل لديه قضيه تسريب بيانات بهذا الحجم وهو ينكرها، وبالتالي حتى لو هو انكرها او لم ينشرها للجمهور وللسلطات المختصه وكشفت فيما بعد فستتعرض لغرامات كثيره، القانون يلزم بالكشف عنها فورا. وهنا يعني اريد التنبيه، لانه عندما نحن نستعمل مواقع الانترنت للتسوق او للشراء باي شيء، نعم، يجب ان لا نستعمل الا المواقع الامنه، المواقع المشهوره. موقع ميكسبتي تعرض للاختراق، نعم، لكن هناك العشرات غيره من المواقع التي يتم اختراقها ولا تعلن ولا نسمع نحن بانه تم الاختراق وتم تسريب البيانات. صحيح. وبناء عليه ينصح دائما انه اذا حصل هنالك تسريب للبيانات يجب دائما ان نحن نستعمل بطاقة المواقع الامنه والحسابات الامنه. عدا عن ذلك لا نستعمل اي مواقع غير امنه، لانه هذا سيؤدي الى تسريب بياناتنا. لا نستعمل كلمه سر موحده لدى عده مواقع نفسها، لانه يجب ان نستعمل نصيحة مهمة. نعم. نعم بالفعل نصائح مهمة للغاية أستاذ بسام، ونتمنى من كل حدا سمعنا أنه عن جد ياخذها بعين الاعتبار، لأنه موضوع مثل ما قلت ما له سهل أبدا، بعيد الشر يتم سحب البيانات. وكثير من الأشخاص اللي بنسمع بعمليات مثل ما قلت بالفترة والثانية أنه هكروا الحساب البنكي وسحبوا كل المبالغ الموجودة فيه عن طريق هدول الهكرز أو القراصنة. بدي أتشكرك بالختام أستاذ بسام شحادات، خبير بالتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، على كل هالمعلومات. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. متابعينا طبعا سمعنا التفاصيل الحديثة اللي صارت والمعلومات كلها يلي ممكن تفيدنا نحن كمستخدمين لحتى نتجنب الوقوع في المخاطر ونتجنب تهكير حساباتنا أو حتى قرصنة حساباتنا، بياناتنا الشخصية، معلوماتنا، أو حتى الحسابات البنكية اللي نحن بنستخدمها عن طريق التسوق من خلال الانترنت. هي كانت فقرتنا الأولى اليوم بساعتنا الأولى. متابعينا هلأ صار وقت نطلع لفاصل إعلاني، وبنرجع بعده لنكمل بفقراتنا، خليكم معنا. طلعت شمس تضوي يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. إم
امتلاك العقار حق لا مكرمة، ومن سعادة المرء البيت الواسع الهني. مارس حقك في التملك واشتري عقارا في جنة الأرض تركيا. امتلاك العقارية أسلوب جديد للتملك في تركيا. نبحث لك عن فرصة عقارية، نضمن لك العقار حتى استلام سند الملكية. نقدم خدماتنا مجانا من المطار حتى استلام العقار. لدينا أكثر من 100 خبير ومستشار عقاري وفريق متخصص بشؤون الجنسية التركية مقابل عقار. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية. نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. إن كنت تبحث عن عقار فخم بمواصفات عالية في إسطنبول، أبشر، فشركة مساكن العقارية تمنحك خيارات ترضي ذوقك الرفيع. حتى لو أردت شراء شقة بميزانية عادية، فإن شركة مساكن لديها من الخيارات ما يسرك. وإن كنت تطمح للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء العقار، بإمكانك الاعتماد على فريق مساكن العقارية المحترف، من العقار حتى استلام الجواز. الآن
بادر باختيار العقار المناسب من شركة مساكن وفروعها المنتشرة في إسطنبول. تجمعنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا. صار الوقت بهي الساعة ساعتنا الأولى لننتقل لفقرتنا التفاعلية. فقرتنا التفاعلية وسؤالنا التفاعلي اليوم مهم للغاية، وحابة كتير اسمع آرائكم وتجاربكم عن هذا الموضوع. سؤالنا هو: هل سبق وأنه تعرضت أو سمعت بعملية ابتزاز، نصب، احتيال، تهكير إذا فينا نحكي، وقرصنة من خلال الإنترنت لحساباتك الشخصية أو حتى لبياناتك البنكية اللي موجودة أحياناً نحن بننزلها من موبايلاتنا أو حتى من حساباتنا الشخصية من الكمبيوترات والأجهزة المحمولة؟ هل سبق وأنه تعرضت لهيك شيء من مثلاً ممكن نقول القرصنة لحساباتك الشخصية أو حتى البنكية؟ احكي لنا عن تجربة سمعتها، سواء من تجربة شخصية أو حتى من خلال علاقاتك مع الأقرباء والمحيط. هل أنت بالأساس بترغب شخص بحب يتسوق من خلال الانترنت عن طريق التسوق الالكتروني؟ رح اذكركم بارقام التواصل المتابعين اللي فيها من خلالكم مباشر، اللي من خلالها فيكم مباشره تتصلوا فينا، وهن 0350 34 16، وايضا الرقم الثاني 0350 34 17. بامكانكم مباشره تتواصلوا معنا ومندردش سوا حول هذا الموضوع. سمعتوا سبق وسمعتوا احد الاشخاص او حتى احد اقربائكم او انتم شخصيا تعرضتوا لهيك عمليه من العمليات؟ ممكن شيء بسيط، يعني ممكن مثلا قدروا يوصلوا لبياناتكم الشخصيه مثل ما صار بموقع يمكسبتي، وكيف قدروا احد القراصنه يدخلوا للمعلومات الشخصيه فقط. رح ناخذ اتصال اول. احمد، يسعد صباحك يا احمد. محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا محمود. وصباحك يا رب، كيف امورك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين. كانك بالشغل انت، صوت ماكينه. محمود عم تسمعني؟ ايه هلا هلا سمعتك. لا انا وقفت التطبيق. ايوه صوتك عم يتصدق مرتين. طمنا عنك يا محمود، كيف امورك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله على طول يا رب. محمود هات لنشوف، سمعت سؤالي التفاعلي؟ سمعته. شو رايك بالموضوع؟ صار معك هيك شيء او سمعت حدا من قرايبينك صار معه هيك شيء؟ انا ما صار معي. صار مع واحد ابتزاز الكتروني. ابتزاز الكتروني، تمام. احكي لنا شو صار بالضبط. جماعه مصورينه مثلا انه عمال يعمل شغله مو منيحه. فصاروا يهددوه على الواتس وعلى الماسنجر. صارت معي شغله غير هالشيء، انه واحد وصل معي من كينيا وما بعرف وين. ايوه. انه لك ثروه وفي حدا غير اسمه، حدا انت اقرب واحد له انت الاسم، ويطلع لك ثروه 100 مليون دولار. رقم كبير، حتى لك رقم كبير بالرساله. رقم خيالي. حتى تواصل معي اتصل اتصال. قلت له اخي شو بقول لك انا هاللعبه ما بمشي علي. لانه هلا تعرضت عليه، تعرضت لهيك شيء، واخر شيء انا اللي
أنا الحكي من أيام سوريا. هذا الحكي من سوريا. سوريا. أيوة. تعرضت وصارت مشكلة ومحاكم و... فأنا هيك الله يرضى عليك هذا الرقم إنسان لو ما بدي أحضرك فأنا ما عاد حكى معي. ما عاد رجع حكاك لأنه أصلاً شاف لأنك أنت صديته مباشرة نهائياً قال دور على غيرك. بالضبط. يعني كثير كثير بالنسبة للماسنجر كثير عالم مثلاً. أنا بحكي عن تجربة والله عن تجربة. طبعاً طبعاً صادق. حتى الصورة موجودة عندي. صورته وصورت حتى كنت أقدم بلاغ عليه للدولة يعني صراحة. هو الشخص عرفت شو جنسيته اللي عم يبعتك رسائل؟ كيني. كيني. كينيا. آه هو من كينيا وعن طريق الماسنجر عم تقدر تفوت على حسابه اللي عم يبعت منه؟ لا. شلون عليك أنا بس عم توصلك رسالة؟ أصلني رسالة بس أنا برد له. وقت المشكلة إنه وقت عم يحكي معي عم يكتب لي بالعربي. ها. لا بكتب لي بالإنجليزي لا بكتب لي بالفرنسي أو مثلا بغير. أيوة. عم تقدر تفهم عليه. وسبق مثلا حاول يتصل فيك هو كمان ولا بس كان كتابة؟ اتصل مرتين. ها ومن لهجته شلو كانت حسيت إنه مثلا يكون سوري عربي هيك شيء؟ هو عربي بس أما الجنسية لأنه الحكي بين مكسر بين العراقي والكردي ما قدرت تتميز. ما قدرت تتميز صراحة. وأنت شو عملت بعدين؟ عملت له بلوك حجم؟ عملت له حجر وخلاص صلى الله عليه. ريحت بالك لأنه بالفعل هو ممكن تكون طريقة اتصال وراء اتصال ممكن تقول طب ليش خليني أجرب يعني يلعب الفار بعبه الواحد ويوسوس له الشيطان ويخليني أجرب وبتكون طريقة لحتى يسحب منك شغلة شغلة سواء نبلش بموقعك ممكن يكون مثل ما قال الأستاذ بسام حسابك البنكي أول شيء طلبه اسمي بالكامل إذا عندي بطاقة بنكية أول شيء طلبه كشفت اللعبة تمام أنا قلت له عني نعم هالشغلات هاي قديمة عندي. أيوة. تعرضت لها وصار محكمة في سوريا أيام سوريا وما بدي أمضي كل هالشغلة كلها. أخي خذون أنت 100 مليون الله يهنيك فيهم. ما بدي إياهم أنا بغينا عنهم. الله يسعد صباحك يا رب يا محمود وإن شاء الله هاي بيكون يعني حدث سمعنا هلا لحتى يكون واعي عن جد لهذا الموضوع ولي أبدا يأخذ بعين الاعتبار أي رسائل من هذا النوع اللي ممكن تصلها حتى على الواتساب ممكن تجينا مو بس على المسنجر صراحة بتجي على الإيميلات أنا كانت تجيني إيميلات قبل ما يكون في واتس ومسنجر ومواقع السوشيال ميديا كانت تجينا رسائل بالفعل مثل ما عم يحكي محمود هنن بيقول لك انه انت ربحت معنا سياره مثلا او ربحت معنا جائزه بقيمه بهالقيمه هلا بس انت مطلوب منك تضغط على هذا الرابط وتنزل بياناتك مجرد انت ما ضغطت على هذا الرابط بلش هن حطوا الخطوه الاولى باتجاه دخول لبياناتك الشخصيه بعدين بلش انت بتنزل الاسم والكنيه وممكن المعلومات السكن ممكن ما يكون بدهم بيانات شخصيه ممكن بدهم هن يعرفوا وين انت ساكن ممكن كثار من الاشخاص تكون هاي طريقة لحتى يفوتوا أصلاً يعملوا عملية سرقة للمنازل الأشخاص الموجودين يعني عم نسمع هيك قصص عم تصير صراحة يعني شيء غريب عجيب مشكل ملون بهذا موضوع الابتزاز أو حتى العمليات السرقة والنصب والاحتيال يلي بتصير من خلال الإنترنت من خلال هيك أشخاص مجهولين يعني هن بالأحرى بتكون شبكة مثل شبكة مافيا بتكون بتشتغل برسائل وبأسلوب يعني بتخلي إنه يلعب على العواطف وبالتالي هن مباشرة بيكمشوا هاي الضحايا وبيستفيدوا من تعاطفهم مع هيك نوعيات من الرسائل نسيم علق لنا تعليق حلو لبين ما يجينا اتصالات أنا بالنسبة لي بتسوق أنا عن طريق النت بس الحمد لله ما تعرضت لأي مشكلة إنه بدفع عند الباب حلوة الفكرة نسيم حكي لنا كيف أنت بتدفع عن طريق الباب يعني في مواقع معينة أنا بعرف إنه في مواقع ما بترضى إلا تكون أنت محول لهم المبلغ وبعدين بيوصلوا لك يعني الشيء اللي أنت طلبته حكينا شو هن هدول المواقع بركي نحن ممكن نفيد الأشخاص لأنه في ناس عن جد ما بتأمن تدفع عن طريق البنك يعني لسه عندها هاجس إنه ممكن ما تصل القطعة إذا طلبت عن طريق الإنترنت خلينا نفيد ونستفيد بنفس الوقت ونشوف شو ممكن يكون في نصائح أو حتى من خبراتكم من تجاربكم نحاول بهاي المساحة اللي معنا إياها لسه تقريبا ربع ساعة معنا وقت لندردش أكثر ونحكي عن هذا الموضوع المهم للغاية بس بدي أذكر أنا بأرقام التواصل فيكم مباشرة هلأ تتواصلوا معنا متابعينا على الرقم 0352
3416 أو حتى 0352-0347-17. طبعا لبين ما يجهز اتصالات جديدة منبلش شوي نقرأ نصائح عامة كمان غير النصائح أو الإضافية مكملة للنصائح اللي قدمناها الأستاذ بسام مشكور. بيقولوا لكم أنه بشكل عام لازم الواحد ما يوحد كلمة السر، هي نقطة ذكرها أستاذ بسام، بالفعل لا يحاول يحط كلمة السر، لا يحط كلمة السر هي نفسها اسمه أو كنيته، لأنه سهل للواحد أو مواليده، لأنه هدول الأشخاص مباشرة ممكن يحطوا ببالهم عملية تجريب لهالبيانات. حاولوا قدر المستطاع أنه يعني ما تحفظوا بيانات البطاقة يلي أنتم بتستخدموها للشراء من خلال الانترنت. يعني مثلا أنا عندي بطاقة بشتري من خلالها، بطاقة بنكية بقدر من خلالها أتسوق. هاي البيانات حاولوا رجعوا صفروا المتصفح أو الموقع اللي أنتوا دخلتوا من خلاله. يعني شو يعني تصفروا؟ يعني امحوا سجل البيانات. في بعض المواقع بتضل، لأنه نحن عم نحمل سمارت فون أو سمارت أجهزة يعني ذكية، بتضل عم تحفظ لك الـ يعني الأرقام يلي أنت عم تسجلها، لكن وقت بتفوت على الإعدادات بتقدر تحذف كل شيء ذاكرة، إذا فينا نحكي بما يتعلق بعملية تدوينك لأي معلومة أو رقم كتبته. حاولوا دائما كل ما تقوموا بعملية إن كان ولا بد قمتوا بعملية تسوق، حاولوا ما يتم حفظ البيانات، لأنه نحن مثلا مثل كيف مندخل إيميلنا وكلمة السر، بيقول لك هل تريد حفظ كلمة المرور؟ هل تريد حفظ كلمة الدخول؟ بتعطيه إشارة بنعم، هون لا تعطوا نعم على شيء، تحسبا وأكثر أمانا بيكون لا يعني حساباتكم البنكية. طبعا مثل ما قلنا حاولوا استخدموا كلمات سر متنوعة، هذا كمان بيساعد على أنه، والكلمات مثل ما قال الأستاذ بسام الكلمات السر المشفرة بيكون صعب أصلا الدخول لها. أبدا لا تقبلوا طلبات مساعدة من أي مجهول، مثل ما حكى محمود أو حتى مثل ما خبرتكم كانت تجينا نحن اتصالات أو حتى إيميلات بهذاك الزمن. هلأ طبعا صارت تجيك على الواتساب، يعني تقول من وين جاب رقمي ما بيعرف الواحد، بس هو بيعمم الرسائل بيبعتها بشكل ممكن عام، ما بعرف شو الطريقة، في أكيد آلية بيكتب لك أنه أنت مثلا ربحت معنا المبلغ الفلاني أو الجهاز الموبايل الفلاني أو اللابتوب الفلاني. هدول كلهم الشغلات هدول كلهم بيكون عملية يعني مبدئية للدخول لقرصنة لحساباتك الشخصية. دائما بينصحوا الخبراء أيضا أنه نزلوا تطبيقات لحماية، بيقولوا لها حماية، هي برامج حماية، هدول البرامج الحماية بتساعد أنه ما يتم التصفح إلا من خلال أسلوب معين وبشكل آمن، يعني بتضمن عملية الشراء، عملية دخولكم لأي موقع، حتى هي بتنبهكم في حال كان هذا الموقع، بتعطيكم إشارة بتصير هالبرامج إنه هذا الموقع انتبهوا غير آمن، أنا يعني بعتنا رسالة إنه هذا الشيء تنبيه لكم، إذا في حال بدكم أنتم تستمروا بعملية الدخول ف يعني مشان تكون بعين الاعتبار أخذ هي الملاحظة، فبتقول له أنت موافق، ممكن هون يبلش بقى عملية القرصنة، بس هو عطاك إشارة وإنذار. انتبهوا، حاولوا هاي البرامج الحماية، ما بعرف هن شو أسماءهم بالضبط، بس بتصور إذا عملتوا شوية بحث على جوجل ممكن تعرفوا شو أسماء هاي البرامج اللي بتساعد بالحفاظ على حماية جوالاتنا وحتى كمبيوتراتنا أجهزتنا الشخصية من أي دخول واختراق. في نصيحة كمان بيضلوا بيذكروا عليها خبراء التقنيين والمطورين دائما للموضوع الإلكتروني، بيقولوا أنه لازم يتم تغيير كلمة المرور لأي تطبيق أنت بتستخدمه أو حتى أي بطاقة أنت عندك إياها بتحملها كل 3 شهور. يعني هاي نصيحة ذهبية صراحة وكتير كتير مهمة، والأهم منها أنه أنت وقت بتغير كلمة السر دونها على شيء شخصي دائما أنت بتحمله، أو مثلا تقدر تكون متذكرها بشكل حقيقي، لأنه بالفعل أحيانا تغيير كلمات المرور بيخليك تفوت بمعمعة أنه أنا سجلت هاي الكلمة طلعت قديمة، سجلت هاي الكلمة طلعت غلط،
بتفوت بمعركة تانية، هي أنه أنت عم تنسى كلمة المرور لأنه عم بتغيرها بشكل مستمر. في طرق كتير معينة لأنه تحفظوا كلمات المرور، مثل ما قلت لكم ممكن تدونوها على ملف يعني سري إذا فينا نحكي، موجود على أجهزتكم المحمولة أو حتى على موبايلاتكم، أو حتى ممكن عن طريق ورقة صغيرة تحطوها بقلب الجزدان. رح ناخذ هلأ اتصال جديد نشوف رأيه بهذا الموضوع. معنا يزن. حسن، حسن يسعد صباحك يا حسن. وصباحك يا رب، كيفك يا حسن؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله على طول تضل بخير وتبقى بصحة وبعافية يا رب. تفضل، فيك تعلي صوتك شوي حسن؟ تمام. أنصح نصيحة صارت معي أنا على الانستغرام أنا شخصيا. حلو، تفضل. إجاني رابط من شركة اسمها بلجيكا، شركة التمثيل في تركيا. أيوه. فتت على الرابط بشكل من الأشكال حطيت معلوماتي وسجلت، وأنا ما توقعت إنه يجيني طلب. ما في نهارين إلا إجاني دعوة تليفون لي عندك موعد نهار الأحد. أيوه. في مكان اسمه اللبن في تركيا. منطقة اسمها لبن. وهي منطقة أصلاً معروفة إنه برقيها. أيوه. بعثوا لي الموقع، رحت على الموقع أنا. ها رحت على الموقع، تابعت القصة. طبعاً تابعت القصة للآخر، رحت على الموقع، هي مثل مزرعة، نحن نقلها ذيل، عاملين الشركة. فتت على الشركة لجوا، لما فتت على الشركة لجوا استقبلتني اسمه سكرتيرة، أخذوني على اسمه سيرة محل التصوير. أيوه. صوروني فيديو انت احسن اني خبر تشارلز ماك ستيوسن يعني بتشتغل معي انت. وبعد هالشيء صرت الان فكره ثانيه قالت لي انت بدك تاخذ سي تي، يعني لازم انت تبرك تتعلم بعدين تفوت على التمثيل. قلت له لما انا قدمت الطلب ما كان فيها الحكي. ايوه. بعدين قالوا لي انت بتبلش معك المبلغ من 4000 وانت طالع للاي تي. انا رفضت القرار، قلت له لا هغاري. وانتم بعدين لما اجوني بعثوا لي، لما انبعث الموقع اللي عندي قالوا لي ليش يعني بدك تمثل وانتم بتعطوا المصاري، هم اللي بيدفعوا يعني ما انا ابرك ادفع. قالوا لي لا ما هو هالحكي مو هيك، قال انت جاي على شركه مشان تتعلم التمثيل مو تمثل. ايوه، يعني هن اول شيء قالوا لك انه انت كنت فهمان الصوره انه انت من خلال هي الموقع وهي الشركه رح تصير تمثل وممكن يعني تقوم باعمال تمثيليه، بس تفاجات انه هي طلعت لا هي انت بتاخذ كورسات ممكن. طبعا انت لا انت لاني بالرابط حاطين حقق حلمك في التمثيل افلام الاتراك مع التمثيل. ايوه افلام الاتراك، يعني مو اني تروح تسجل مشان تاخذ. ايوه اختلف الكلام كليا معناتها. طبعا اختلف الحكي كليا. بعدين انا ضليت متابع، يعني ضليت معهم شي شهرين واخذت الاكليم وكل شيء، نزلتهم من 4000 دفعت 1000. ايوه. انزون وعلى اربع تقسيطات يعني 250 كل شهر كل اسبوعين. وبعدين ما اخذت الاكليم ولا رجعوا دقوا ولا رجعوا سالوا. يعني انت هون، يعني انا بحيي على جرأتك اول شيء انه انت شلون غامرت ورحت على هذا المكان. لو يعني بتصور يمكن انت عملت شوي عمليه بحث عن هي الشركه لحتى كنت يمكن شوي واثق انه هي عن جد شركه موجوده حقيقيه يعني بهذا المجال. لانه انا مثلا لو انحطيت مطرحك حسن ممكن اقول يعني طب وين هي الشركه، خليني اروح ادور عليها على الانترنت. دائما هلا صرنا نحن جوجل مو سهل ومتاح، فورا هات نزل اسم الشركه على الانترنت شوف يا ترى موجوده مو موجوده، شو حاكين العالم عنها. انت عملت هيك عمليه ولا لا؟ لا، فتت على صفحه الشركه على الانستغرام. أيوة. موجوده على الصفحه وكل شيء، بس ما بدها يعني مثل شلون بدك تكون معك لغه مخصومه كاملا وبدك تكوني يعني ما عندك شغله ولا عملت قضيه هنيك حتى تجيكي فرصه. يجوا من فيلم الافلام تجيكي فرصه حتى للتسجيل يعني. ايوه فهمت عليك. طيب انت شو نصيحه ممكن تنصحها للعالم اللي عم يسمعونا انه حتى هيك مثلا نوعيه، هي نوعيه جديده من يعني هي ما حنقول هون ابتزاز او مثلا سرقه او تهكير، وانما نوعيه جديده من انه طرق الوصول للاشخاص. انت كيف تنصحهم لهدول الناس اللي ممكن مثلا عن جد يتاخذ وممكن عن جد يدفعوا ال 4000 واكثر؟ انا بنصح نصيحه اخويه ان ما حدا يعمل هالشيء ما حدا يعمل هالشيء طول، يعني شغله ما شغلته حدا يدخل فيها.
صراحة يعني شغلة ما شغلتنا، دخلنا فيها وغمقنا والحمد لله تعلمنا تجربة وما بقى نرجع نعيد الخطأ يعني. نعم. بنصح الأخوة المشاهدين ما يعيدوا نفس الغلط اللي عدته أنا. أيوة أيوة. وفي نقطة كنت بدي أحكي عنها هي حسن، أنه أنت مثلا هون منيح يعني في بعض الأشخاص ممكن تقول لك أنا ما بدي أدفع ولا ليرة، بس انت وقت وصلت معه لحل وسط انه تدفع الألف ممكن هن مثلا بجوز احتمال يرفعوا لك دعوه يعملوا لك شيء شغله بعيد الشر، يعني كان ممكن تتطور باساليب ثانيه تحس القصه، بس الحمد لله انه انقضت هيك. لا الحمد لله رب العالمين انقضت هيك. انا حكيت معه انا لاعب رياضه انا ما شاء الله، عندي تنسيك يعني، عندي انا لاعب هون صار لي 7-8 سنين بطلع بطولات ما شاء الله. برافو برافو. على هالاساس اني انا لاعب كاراتيه، على هالاساس اني انا فتت في الشركه وان شاء الله في افلام اكشن ومنحكي يعني. ايوه فهمت عليك. ما طلع يعني مثل ما توقعت. يلا يا سيدي الحمد لله انه انقضيت، ومثل ما قلت الواحد بيتعلم وهي فرصه يعني تجربه خلينا نقول، لانه انت يعني خلص تحط تضرب فرام وتحط ستوب لهيك قصص وما تفكر ابدا تحاول مره ثانيه. الحمد لله ما برجع بعيده. ايوه هي ان شاء الله ربي يسعدك يا حسن. وشكرا كثير لاتصالك ونصيحتك اكيد. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني نصائح مهمة ما شاء الله اليوم من المتصلين ومن التجارب اللي مرقت معهم بما يتعلق بموضوع سواء الابتزاز الإلكتروني أو حتى تهكير للبيانات الشخصية والمعلومات. في نقطة كمان حابة نوه عليها أنه لا حدا أبدا، في بعض الأنواع من الابتزاز بتجي عن طريق أشخاص، محادثات مثلا ممكن يبلش بقى يحكي معك حديث عميق، يبلش يتطور الموضوع لأنه يمسك عليك صور معينة أو فيديوهات معينة، وبالتالي يضل مثلا يضغط عليك ويقول لك أنه انشر هدول الصور إذا ما بتحول لي مبلغ الفلاني. كتار من هدول النوعيات الموجودة للأسف بكل مواقع التواصل الاجتماعي، واللي عن جد بتسحب شريحة معينة من الشباب اللي هن الشباب أنا برأيي اللي هن هلأ أول استخدامهم، أول طلعتهم واستخدامهم لهيك مواقع، ممكن لسه ما يكونوا عندهم إدراك كامل لخطورة هدول الأشخاص اللي هن بيفوتوا من هالبوابة، إنه أول شيء محادثات وتعارف وممكن حديث عام، وبالتالي بعدين يتطور لأحاديث أخرى ممكن تكون خطيرة بشكل أو بآخر على شخص أكيد قولا واحدا، وبالتالي ممكن هي تضره يعني كليا، سواء كان ماديا ابتزازه ماديا او حتى على الناحيه الشخصيه وناحيه السمعه والكيان. ما بعرف هلا اذا في معنا لسه وقت نحن لحتى اصلا ناخذ اتصالات، بتصور نحن قربنا لنطلع لموجز وفاصل موجز الانباء وفاصل اعلاني، لكن حابه كمان يعني نصائح ختاميه بما يتعلق بهذا الموضوع. دائما حاولوا في حال اي صارت اي مشكله يعني تم، خلينا نحكي هلا عم نقول انه بعيد الشر وصلوا لمعلوماتكم الشخصيه وكملوا للحسابات البنكيه، بيقولوا الخبراء التقنيين انه يفضل مباشره تخبروا البنك يلي انتم اصلا من عنده، يعني بطاقه البنك سواء كان اي نوع من انواع البنوك التركيه او حتى العالميه، تخبروا مباشره انه انا تعرضت لعمليه احتيال او نصب او سرقه او تهكير او قرصنه، مباشره تخبروا. احتمال يكون البنك عنده اساليب معينه، وهو مو احتمال اكيد، حيتم ايقاف البطاقه بشكل مؤقت لبينما يتم عمليه التعرف على حيثيات القصة وأبعادها، سواء كان مين هن الجهة المقرصنة أو اللي مهكرة للحساب. معلومات ونصايح كتير، نتمنى إن شاء الله تكون أخذتوها بعين الاعتبار متابعينا، وإن شاء الله يا رب نتمنى السلامة لكم ولحساباتكم وبشكل خاص البنكية. هلأ صار الوقت لنطلع فاصل إعلاني وموجز لأهم الأخبار، ومنرجع بعده لنتابع، خليكم معنا. العاشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان
اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. موجز الأخبار. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنئ العالم الإسلامي بحلول ليلة النصف من شعبان. وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 153 حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء أكثر من 14 مليون عملية تطعيم ضد فيروس كورونا. تركيا تنتقل إلى فئة عمرية جديدة بتطعيم المواطنين فوق 60 عاماً باللقاح. الخارجية التركية تدين بشدة التفجير الذي استهدف كنيسة في مدينة ماكاسار جنوبي أندونيسيا وأسفر عن سقوط 20 جريحاً على الأقل. الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن استقبال 15% من إجمالي سعة الجماهير في ملعب أتاتورك الأولمبي باسطنبول في المباراة التي ستجمع منتخبي تركيا ولاتفيا ضمن تصفيات مونديال قطر. مئات الطلاب يخوضون امتحان القبول الجامعي التركي الذي أعدته جامعة حران الحكومية التركية في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال سوريا. السلطات المصرية تعلن نجاح تعويم مقدمة سفينة إيفر جيفن العالقة في الممر المائي لقناة السويس بعد نحو أسبوع من تعطل الملاحة. كان هذا موجز العاشرة من مسك إف إم، نشكركم وإلى اللقاء. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية.
نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مسكوا عمت على هالراي لمحبتنا أحلى حكاي، إيد الطبطب جرح وهم، إيد تغني فرحة لب، إيد ترسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا، مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا. عودة مجددا متابعينا بساعتنا الثانية من صباحك مسك. اليوم صباحنا مفعم بالطاقة والإنجازات وقصص النجاح الجميلة والرائعة صراحة للغاية. رح نحكي عن موضوع بهي الفقرة جدا مهم، إدارة الاستثمار وتقديم المشورة للمستثمرين أصحاب المشاريع بشكل خاص القادمين من خارج تركيا للاستثمار الصحيح من خلال الاستشارات التخصصية اللي ممكن تتقدم لهم. رح نحكي كل هالتفاصيل مع فتاة شابة فلسطينية أثبتت وجودها بهذا القطاع وقدرت تكون رقم واحد إذا فينا نحكي بكثير من المجالات، وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار والاستشارات. الدكتورة نرحب بالدكتورة شزا عصفور، مستشار تطوير أعمال أصغر وأول استشاري تطوير أعمال فلسطينية كفتاة طبعا فلسطينية. نحن هون بدنا نأكد. بيسعدني رحب فيكي دكتورة شزا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين. وصباحك يا رب منورة اليوم صباحنا، والاستوديو غير شكل مفعم هيك بالطاقات ما شاء الله الشابة. يعني كلام بالبدايات بدنا نعرف المشاهدين والمستمعين، كل حد عم يشوفنا هلأ، مين هي الدكتورة شزا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا طبعا أنا دكتورة شذا عصفور، فتاة ريادية فلسطينية، طبيبة مخبرية ومستشارة تطوير أعمال ومشاريع. طبعا باختصار أنا أنهيت دراستي في مجال البكالوريوس الطب المخبري في فلسطين،
ومعي ماستر ميني ماستر في إدارة المشاريع وتحصيل التمويل. ثم أتيت إلى إسطنبول للبدء بمرحلة الماجستير في إدارة الأعمال. ومن البدايات طبعا سنتحدث خلال المحاور القادمة إن شاء الله عن المجال تخصصي هنا في استشارة تطوير الأعمال. ما شاء الله ما شاء الله، يعني فتاة شابة قدرت تكمل تخلص دراسات العليا إذا فينا نحكي، وهي دكتورة حاليا. إذا بدنا نحكي عن الدكتورة شذا، كيف قدرت تنتقل من مجال الطب المخبري لتدخل عالم الاستشارات وعالم الريادة إذا فينا نحكي وتطوير الأعمال وعالم البزنس بشكل خاص؟ كيف قدرت تجمعي بين هدول الاثنين؟ هلأ بداية طبعا يعني من عمر 14 سنة كنت متطوعة فولنتيرز في الان جي اوز، مؤسسات المجتمع المحلي والدولي. بعد هيك في عمر 18 سنة انتقلت لمرحلة العمل قبل إنهاء الثانوية العامة. ما شاء الله. يعني من خلال الفولنتيرز والأماكن التي تواجدت فيها الكاركتر الأعمال، بعض الأشخاص في الـ NGOs يعني رأوا هذه الطاقة الشبابية. حلو. فمن خلال تريننج، يعني عدة تريننج أنا أخذت في مجال المشاريع وتنسيق المشاريع، هذا بعمر 18 سنة. هذا بعمر 18 سنة. فبدأت في هذا المجال، لسه ما كان، خلينا نحكي بشكل مكثف أكثر، ما كان في مصطلح ريادة الأعمال في الدول العربية منتشر. فانطلقت في هذا المجال وتوظفت في عمر 18 سنة في مجال تنسيق المشاريع. هون كنا عم نحكي على جانب العمل بالمنظمات. بالضبط. أيوة. فبدأت في هذا، يعني بداية الطريق كانت من هنا. بعد هيك في عمر 20 سنة فتحت مشروع خاص، يعني خلصت الثانوية العامة في عمر 20 سنة، كنت في بداية الجامعة. تم ترشيحي كأفضل طالب وخريج من خلال جامعتي لمؤسسة الإغاثة الإسلامية. حلو. كانت يعني بدها تقدم مشاريع وتقدم منحة لطلاب وخريجين، فأنا حصلت على هذا المشروع، وكان شغفي هو ما دفعني أني أختار هذا مجال تطوير الأعمال. لكن من ناحية، خلينا نقول من ناحية فتاة لسه ما كانت، يعني ما كان الإلمام بالمصطلح ما كان لسه نضج. فبدأت كمركز تدريب وتأهيل للطلبة والخريجين، بحيث أني أأهلهم وأغلق الفجوة اللي ما بين الخريج والطالب لما يتخرج ما بين سوق العمل. فعلا فعلا. فمن هنا كان المشروع. خلصت، كنت بدرس طب مخبري طبعا، هنا كنت أدرس طب مخبري. نعم. فدرست طب مخبري سنتين دبلوم، عليها توظفت في القطاع الصحي لأني كنت من الأوائل على دفعتي في الجامعة. ما شاء الله. فتوظفت في القطاع الصحي، فكنت أداوم، وبعد هيك استمريت طبعا أكمل البكالوريوس الطب المخبري. أيوة. فكنت أداوم في القطاع الصحي وأدرس في جامعتي وأداوم كرئيسة قسم الدراسات والأبحاث مع مؤسسة تابعة لجامعة بيرزيت في الدراسات والأبحاث والمشاريع، وكمان المركز اللي أنا صاحبته ومديرته. أربع أعمال كانت في نفس كيف الوقت. كيف قدرتي، يعني ما حسيتي حالك أنه هذا عبء عليك مثلا؟ وأكيد واجهتي صعوبات بهذا المجال، يعني نحكي عن هذا الجانب شوي، أنه قديش تعبتي فيه؟ هو صحيح، يعني هو صعب وليس سهل، لكن الطاقة، الشغف، حب العمل، حب النجاح، الأهداف اللي الإنسان يضعها لنفسه، الشخص اللي يعرف قدراته وإمكانياته، دائما يسعى للأفضل، كلما وصل إلى شيء معين كلما وجد نفسه وشعر أنه لا زال لديه طاقة يريد شيء، إكمال طريق لشيء آخر وهكذا. فالحمد لله، وطبعا التوفيق من رب العالمين أولا وأخيرا. بدي أحكي نقطة كتير مهمة دكتورة شذا، بتحس حالة أنه ممكن ذكرتي أكيد مريتي بصعوبات، ممكن كان في معوقات واجهتك، ممكن نفصل فيها أكثر لاحقا، لكن إذا بدنا نحكي عن موضوع أنت هلأ كشابة أصغر وأول استشاري أعمال فلسطينية، ممكن يكون في أحد الأشخاص كانوا داعمين للدكتورة شذا واقفين معها، أم لا هي بجهد شخصي بحد فردي بحد؟ طبعا هذا الشيء مش سهل، يعني بداية توفيق من رب العالمين. صحيح. الله عز وجل يعني
إذا كان إذا كنت أنت شخص قريب من رب العالمين، رب العالمين يسهل ويسر لك أمورك. صحيح. فشكر لرب العالمين والحمد لله على هذا الشيء. ثم شكر للوالدين، يعني أهلي وعائلتي. نجلهم تحية طبعاً. بوجه لهم تحية، هم يعني مقسمين جزء في فلسطين جزء في إسطنبول تركيا، إن شاء الله ربنا يجمعنا فيهم على خير. آمين آمين يا رب. إخواني وعائلتي وأخواتي، يعني خلينا نقول كان لهم دور كبير في إنه الثقة اللي أعطوني إياها إني أنا أنطلق في عدة مجالات، مش فقط كطب مخبري وكفتاة. كان صعب طبعا. نعم. كمجتمع نعم. فلسطيني كان صعب، وتحديدا في مدينة غزة فصعب شوي، ولكن الحمد لله على ثقتهم ومساندتهم الدائمة إلي ودعمهم. طبعا نجي للمحيط العملي والعلمي اللي كان حولي. بوجه الشكر طبعا لكل شخص وجه لي معلومة علمية في الدراسة الجامعية أو خارجها، الأشخاص اللي في العمل خلينا نقول اللي يعني بثقلوا شخصية الشاب من بداياته. بحب أشكر هنا وأنوه لوجود شخصين مهمين في هذا الجانب. الشخص الأول الدكتور ياسر العالم، هو مرشد الرياديين في يعني حصل على جائزة أفضل مرشد للرياديين في العالم في عام 2016، فكنت أنا مرافقته في العمل. الأب الروحي، هو كان الأب الروحي وهو كان ناصح صحيح، وكنت انا وياه في البدايه انا ادير اعماله، ولكن لما ان شاء يعني لما شاف الجهد اللي بذلته والانجاز اللي حققناه صرنا شركاء في النجاح، واستمرنا في العمل 3 سنوات في فلسطين ما شاء الله. فكان له دور كبير، بوجه له التحيه اكيد التحية. وكل الشكر له. كمان هنا لما انتقلت لاسطنبول كان في شخص يعني بنوجه له التحيه، الدكتور جلال كحيل المدير العام لمجموعه شركات انجي للاستثمارات والخدمات العقارية. طبعا الدكتور جلال من بداية ما أنا قدمت إلى إسطنبول هنا كنت كفتاة فلسطينية، ما كنت كطبيبة لأنه طبيبة مخبرية، لأنه الطب لسه معادلة وكذا وأمور في إجراءات، فكنت قادمة كمستشار تطوير أعمال في إسطنبول. وهنا الدكتور جلال شافني في أحد الفعاليات الفلسطينية لرجال الأعمال وقدم لي التوصية والنصيحة ودعمني، وبعدها يعني شجعني على أني أكمل في إسطنبول، وكنا شركاء في النجاح. عقدنا شراكة في مجال استشارات تطوير الأعمال ضمن المجموعة الخاصة فيهم كشركة، استمرنا فيها لمدة سنة، حققنا فيها نجاحات مع اتحاد رجال، يعني عملنا فعالية المؤتمر المستثمرين العرب. حلو. للمؤتمر الاقتصادي الأول للمستثمرين العرب. كان من يعني مدعوم من جهة اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني. نعم. وطبعا في وجود رجال الأعمال الفلسطينيين من كافة الأنحاء مش فقط في تركيا. حلو حلو. وأيضا اتحاد المستثمر الفلسطيني، وتواجدت في لقاءات ومؤتمرات خاصة بالسفارة الفلسطينية واتحادات رجال الأعمال. ما شاء الله. يعني كأنه أنت كنتي كأني عايشة هون. أيوة، منبر دائما متحرك بكثير من الفعاليات، دائما متحدثة حتى نحكي استشارية متخصصة بهذا المجال بشكل قوي. ثقتك بنفسك ما شاء الله واضحة وجلية. طيب إذا ما نبلش نخبر المستمعات أو المستمعين والمشاهدين والمشاهدات بنفس الوقت، شو هي خلطة النجاح السرية إذا فينا نحكي اللي كانت عند الدكتور الشزا لحتى تقدر تستمر بنجاحاتها، سواء كان من الناحية العلمية أو حتى العملية، وخاصة نرجع منركز على مجال البزنس وإدارة الأعمال؟ لا، خلطة النجاح خلينا نحكي سيكرت السر الموجود في يعني في أي شغلة. نعم. هون ما بدنا نتحفظ عليه، أكيد هنا خلي عام خلي الناس تستفيد منه إن شاء الله. فالسر في هذا المجال او السر في نجاحي ووصولي حتى اليوم لهذه المكانه، الحمد لله رب العالمين، حكينا التوفيق من رب العالمين، لكن الانسان يجب ان يسعى ويثابر. صحيح. طبعا يعني خليني احكي اكثر شيء بشعر انه هو السر في هذا المجال، كلمه واحده، الشغف. رائع رائع. اذا انت كشخص كنت إنسان كنت يعني إنسان عملي أو إنسان يعني في مجال علمي، رائد، ريادي، طالب، موظف، مدير،
إذا أنت حبيت شيء وكان عندك شغف وليس فقط الحب، هنا الشغف نتحدث عن شغف، إذا كان عندك شغف في مجال معين فأنت ستبدع إبداع ليس له حدود، يعني ستكون أنت رائد المكان الموجود أنت فيه، لن تهمك المناصب ولن تهمك المسميات ولن تنظر إلى شيء سوى هذا الشغف والهدف اللي أنت تريد تحقيقه. مكملين الشغف. فأنت هنا شغف وهنا هدف ثم إرادة ثم استمرار ثم تحدي ثم مواجهة ثم وصول إلى طريق النجاح، فهي سلم وهو خطوات متسلسلة، ما فينا نفصل شيء عن شيء، ولكن خلينا نقول إذا أنت ما كان عندك الشغف من البداية وفي شيء أهم ونقطة يعني متصلة بالشغف، كل العناصر اللي ذكرناها أنه يكون داعمين الأهل أو الأصدقاء أو شركاء النجاح، إذا أنت كشخص ما كنت تحترق من أجل حلمك، حلمك يؤرقك، يعني خليني عبارة خلينا شديدة الخطورة أنه أنت من داخلك قديش عم تقولي بدك تحترق يعني معناتها لهدفك أو حلمك. أيوة قديش أنت بتكون متحمس بالفعل مستميت لحتى تحقق هذا الهدف، وأنت هذا داخلك كان صراحة لحتى وصلتي لهي الحالة بالضبط. فإذا الإنسان ما احترق تجاه حلمه وهدفه ما هيوصل، يعني في مقولة أنا قرأتها لبعض المفكرين، على نصف العالم أن يئن ويحترق من أجل أن يعيش النصف الآخر. فإذا أنت كنت شوف ما أعظم، إذا أنت كنت شخص يحترق لتوصيل هدفه بعد هيك توصل رسالة الله سبحانه وتعالى قال وما خلقناكم عبثا، فكل إنسان يحمل رسالة في هذا الكون، كل إنسان لديه رسالة يوجهها أو يوصلها لفئة معينة من الأشخاص، ما في شيء عبث. فهنا إذا أنت كنت من هاي الفئة فهنيئا لك. يا عين إن شاء الله يا رب يكون كل حدا عم يسمعنا أخذ هالنصايح الجوهرية الرائعة من الدكتورة شزاي، واللي هي عن تجربة بالفعل، أكيد بناء خبرات سنوات من العمل المتواصل والجهد الطويل. إذا بدنا ننتقل بقى للموضوع المتخصص وهو موضوعنا المتعلق بالاستثمارات التخصصية أو الاستشارات المتخصصة بالاستثمار، كتار من الأشخاص هلأ عم يسمعونا، كيف ممكن الدكتورة شزا تساعد الأشخاص بتوجيه هدول المستثمرين اللي عم يسمعونا، أو حتى مثلا ممكن يكون عنده مثل ما قلتي لسه بذرة حابب ينميها بمجال الاستثمار، حاطط عينه على أنه أنا بدي أكون رجل مستثمر، شلون؟ كيف بدنا نوجه هدول الأشخاص أصحاب المشاريع وخاصة الأشخاص اللي جايين من خارج تركيا نحو الاستثمار الصحيح لحتى يبلشوا عملهم بشكل ناجح بدون أي فشل أو عقبات، شو لازم تنصحيهم؟ الآن خلينا نحكي أنه المستثمر من بلد لبلد ومن بيئة لبيئة ومن وسط لوسط طبيعة الاستثمار تختلف. أيوة. وفي محددات وفي أمور يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. حلو. فمن أكثر النقاط المهمة التي يجب أن يأخذها المستثمر بعين الاعتبار والقادمين تحديدا القادمين من خارج تركيا إلى داخل تركيا، بداية خلينا نوضح نقطة أن المستشار أو الاستشارات هي عبارة عن سبورت للمستثمر أو أصحاب المشاريع القادمين من تركيا من الداخل أو من الخارج. أيوة حلو. فهنا الدور سبورت للمستثمر، داعم للمستثمر. إذا كان المستثمر قادم على وسط أو بيئة أو محيط هو ليس من البداية متواجد فيه، ليس منتمي لهذا الوسط أو لهذه البيئة، بالضبط، فهنا سيقع في عدة صعوبات أو معيقات. فدور الاستشاري أو دور المستشار أنه ينير له هذا الطريق. حلو. يوضح له المعيقات، القوانين، يوضح له الصعوبات التي قد تواجهه، السوء المنافسة اللي ممكن يكون أصلا هو يعني ممكن يكون يواجهها المستثمر أصلا، من هن الأشخاص المنافسين، الشركات. صحيح. المنافسين بالسوق، فهو يعطيه تحليل ودراسة كاملة للسوق لبيئة العمل الوسط الذي سيتم فيه استثماره. أيوة. قبل أن نوضح ما هي الصعوبات خلينا بالتدريج، فهو هنا يعطيه النصيحة وينير له الأمور من حوله، فالمستثمر يرى مشروعه أو يرى البيئة التي سينمي فيها مشروعه قبل أن
يستثمر في هذا المشروع. ولذلك للأسف من ضمن الأمور التي قد تحدث، المستثمر أو صاحب المشروع يأتي من الخارج إلى تركيا، فعند قدومه لا يفاجأ، يفتح المشروع يعني سواء بنفسه أو بجهة غير متخصصة، فهنا بعد فترة قصيرة قد تكون سنة أو أشهر يغلق مشروعه أو يتعرض لخسارة كبيرة، ومن ثم يعود ويقول يعني ماذا علي أن أفعل؟ هل هنا قد يحدث أمرين؟ الأمر الأول، المستثمر يقتنع أن هذه البيئة غير مناسبة تماما للاستثمار، أيوة ويشعر يعني أن هذه البلد عن هذا ويحجم عن هذا الاستثمار في هذا البلد، أو قد يقول أن هناك خطأ ما، فهنا يعني يجب استشارة أشخاص معينين، فيبدأ يسأل إلى من أتوجه أو فلماذا من البداية المستثمر لا يتوجه إلى الاستشاري الذي قد يساعد، سواء هنا نتحدث عن استشاري تطوير أعمال أو استشاري قانوني أو يعني كجهات استشارية بشكل عام. أي جهة يعني تقدم الاستشارة مثل ما أتي بمختلف المجالات بالضبط الموجودة. لكن خلينا الآن نخصص على استشارات تطوير الأعمال. أنت كمستثمر إذا من البداية توجهت، فأنت هنا يعني خلينا نحكي ربع الطريق أنت سلكته، قطعته. بعد ذلك صحيح. بعد ذلك يأتي المستثمر للجهة الاستشارية، المستشار هنا يوضح نقطة مهمة للمستثمر. نعم. وهي القوانين الموجودة في هذه البلد. رائع. القوانين الموجودة للاستثمار في هذا البلد، لأنه هي يمكن الدرجة الأولى بسلم النجاح. يعني إذا عرفت قوانين، عرفت العادات، عرفت الوضع العام للبلد من الناحية القانونية، ممكن أنا أتجنب كثير من الخسارة. صحيح. وأيضا كمان في نقطة مهمة جدا، للأسف الجهة الشخص المستثمر أو أصحاب المشاريع عند قدومهم من خارج تركيا، هنا المستثمر يكون لديه رأس مال معين، فرأس المال يشعر المستثمر هنا أنه إذا أعطى جزء من رأس المال للاستشاري أو الجهة الاستشارية فإن هذا أمر غير مهم، فأنا يعني سأنتقل في رأس المال هذا، لن أعطيه، لن أخصصه للاستشاري، سأخصصه لماركتينج أو لشيء آخر. فهنا للأسف يعني النقطة أو اللبنة وحجر الأساس، البناء الأساسي للاستثمار أو للمشروع، هو هنا غاب عن ذهنه هذه النقطة، فصارت فجوة في سبيل أنه توفير لرأس المال أو يضع له خطة أخرى. نعم. فيصرف جهد وتعب ووقت ومال في اتجاه آخر، ومن ثم بعد ذلك يستدرك الأمر لازمه فيعود فمن البداية المبلغ الذي يرصد للاستشارات هو صدقيني خاصة في تركيا مقارنة بالدول الأخرى، فالمبلغ الذي يرصد للجهات الاستشارية يعتبر يعني شيء بسيط جدا من الميزانية التي تكون مقارنة برؤوس الأموال بالضبط أصلاً. فبدلا من أن نخسر ومن ثم نستدرك، فمن البداية وبعض المستثمرين قد لا يكون يعلم أن ما هو دور الاستشاري فعليا، فنحن من هنا يعني نوضح هذه النقطة ونتمنى أن يستفيد منها الجميع إن شاء الله يا رب. هي بالفعل توضيحات مهمة جدا للغاية. طيب نحن عرجنا شوي هيك، مرقنا شوي عن الصعوبات اللي ممكن عن جد المستثمر وأصحاب المشاريع يواجهوها. لو منركز أكثر على هاي الصعوبة، كونه نحن هلأ يعني أبرزنا أهمية الجانب الاستشاري بأي مشروع بأي صاحب استثمار حابب يستثمر بتركيا، نحن نعرج شوي على جانب الصعوبات اللي ممكن عن جد يواجهها المستثمر أو صاحب المشروع. بالتأكيد الصعوبات والمعيقات كثيرة، لكن يعني وبعض الصعوبات والمعيقات تكون حسب طبيعة المشروع، حسب طبيعة الاستثمار. نعم. ولكن يعني نحاول أن نركز النقاط بشكل مختصر. من الصعوبات والمعيقات المهمة، أولا مثل ما حكينا البلد أو الوسط الذي يأتي إليه المستثمر هو وسط غير معروف بالنسبة له، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية طبيعة الاستثمار في هذا البلد، يجب معرفته بشكل صحيح. نحن هنا لا يعني نقول الطبيعة شو بتقصد فيها يا مثلا، ممكن شو ينزل تحت جوانب معينة؟ الآن طبيعة الاستثمار على سبيل المثال في تركيا تختلف عن طبيعة الاستثمار في على سبيل المثال في فلسطين، في الإمارات.
لها يعني لها جوانب متعددة. أيوة. ضمن فإذا أنا مثلا على سبيل المثال سأقوم بفتح استثمار عقاري في تركيا، طبيعة العقارات في تركيا وطبيعة الاستثمار العقاري في تركيا مختلفة عن طبيعة الاستثمار العقاري في فلسطين. يعني إذا أنا فإذا يعني هنا يعني يعني هو هذا أبسط أو أقرب تشبيه يعني وجدته الآن. أقرب مثال يعني شتان ما بين هنا وهناك أو فرق بسيط قد يكون حسب الدولة التي سأقارن حسب بها حسب المجال مثل ما ذكرتي. فهنا طبيعة الاستثمار هنا تختلف. أيوة. والعوامل الاستثمار تختلف. ثم النقطة الثالثة وهي مهمة، القوانين الموجودة في البلد. إذا هنا يدخل دور المستشار القانوني أيضا في الموضوع. بعد هيك في نقطة مهمة، الفئة المستهدفة من وسط لوسط تختلف، من بيئة لبيئة تختلف، من منطقة لمنطقة تختلف. تماماً. فما بالنا من بلد لبلد. صحيح. يعني هو قادم من خارج تركيا إلى بلد آخر، فهنا الفئة المستهدفة مهمة جدا في الاستثمار. قبل أن تبدأ استثمارك على أرض الواقع يجب أن تحدد. رائع. ولذلك هنا من ضمن الأعمال التي نقوم بها في استشارات تطوير الأعمال نؤكد على دراسة المشروع قبل البدء بتنفيذه، فالدراسة هنا تشمل دراسة جدوى كاملة، وأيضا نشير إلى البيئة الداخلية للاستثمار أو الشركات، وبعدها نبدأ في الخطط الإدارية والخطط التسويقية والخطط. فهنا نوضح نقطة الفئات المستهدفة، نوضح بشكل مفصل للمستثمر الفئات المستهدفة، لأن المستثمر يعني قد لا يكون مهتم بجانب الاستثمار هذا، قد فقط يمتلك رأس المال. هناك مستثمرين فقط يكون رأس المال، هناك مستثمر يملك رأس المال ويملك الخبرة في المجال الذي سيستثمر. نعم فيه بالفعل. فهنا لن نقول للمستثمر اذهب وادرس المجال هذا كامل، لذلك هي سبورت زي ما تحدثنا مسبقا. وفي نقطة جدا مهمة، لغة البلد. اللغة يعني هنا خاصة حتى بمجال في تركيا الاستثمار، هذا في مجال الاستثمار عائق عم يكون الموضوع في مجال الاستثمار مهم جدا، واللغة هنا نقطة مهمة جدا، لأن المستثمر إذا أتى من خارج تركيا إلى تركيا وهو لا يتحدث التركية. صحيح. ولم يذهب إلى استشاري، ولم يذهب إلى شخص متخصص، قد يقع في يحبط صراحة لأنه ما رح يلاقي حلول، أو يذهب إلى الجهة الغير متخصصة. أيوة. التي ستعطيه توجهه للجانب الخاطئ. نعم فهنا يعني خلينا نشمل الموضوع بجملة بسيطة، الاستشاري هنا هو يعمل كحلقة وصل. أيوة. ما بين المستثمر وما بين المجتمع أو البيئة الأخرى، ويسهل وصوله إلى الجهات الأخرى. يعني مثلا مثل ما تحدثنا عن موضوع اللغة، موضوع اللغة صعبة على المستثمر، فالمستثمر لن يتعلم لغة تركية. نعم. أما بيلجأ لجهة استشارية ممكن هي تخفف عنه هذا الجهة بالضبط، الجهة الاستشارية تحمل عنه هذا الجانب، وأيضا توجهه إلى الجهات بالضبط. المعنية والقوانين، توجهه إلى المستشار القانوني الصحيح، توجهه إلى الجهة القانونية الصحيحة، توجهه إلى الجهة التي ستقوم بحل الإشكال أو بتسهيل وصوله إلى الاستثمار الناجح والمثمر. بالفعل. ما شاء الله نحن أخذنا الوقت دكتور شزا صراحة، يعني باختصار حابة وبكلمة ختامية، حابة دكتور شزا آخر أعمالك اللي هلأ حاليا حتقوم فيها، وأيضا نصائح هيك ختامية صغيرة ممكن توجهها للمستثمرين. يعني خلينا نحكي انه الحمد لله يعني الانجازات اللي حققتها خلال سنتين في اسطنبول كانت يعني سريعه ومتواصله من فضل رب العالمين، ومن فضل مثل ما حكينا شركاء النجاح والداعمين في هذا المجال. الان الخطوه القادمه، طبعا لن نصرح عن كافه الامور، ولكن الخطوه القادمه يعني إن شاء الله في نفس المسيرة، مسيرة الاستشارات تطوير الأعمال، ولكن على شيء أكبر إن شاء الله. فدعواتكم إنا بالتوفيق، راح يكون إن شاء الله يعني خلينا نقول قطعنا المرحلة الأولى، فالآن في مجال الاستشارات داخل إسطنبول، فالآن سننتقل إلى مراحل أخرى جديدة إن شاء الله. فنتمنى التوفيق للجميع ودعواتكم لنا. بإذن الله. النقطة الأخيرة اللي هي توصية. نعم.
يعني هيك باختصار ممكن. باختصار خلينا نركز على موضوع الحلقة الأساسي اللي هو نصيحة لكل شخص مستثمر أو لديه مثل ما ذكرتي لنا في بداية الحلقة يعني الشخص اللي لديه البذرة بذرة الاهتمام بذرة الاهتمام أو من أصحاب المشاريع القادمة من خارج تركيا اذهب إلى الجهة المتخصصة التي ستسهل عليك وتختصر كثيرا من جهدك ووقتك وتعبك وتعطيك الشيء المثمر. حاول أن تكون شخص يقيم استثماره على بيئة مدروسة. صحيح. ادرس المخاطر، ادرس المخاطر قبل أن تستثمر، ونتمنى التوفيق لجميع المستثمرين وإن شاء الله لجميع الرياديين بإذن الله تعالى. ما شاء الله حولك دكتورة شذا عصفور، كنتي معنا مستشار تطوير أعمال أصغر وأول استشاري تطوير أعمال كفتاة فلسطينية. بنتمنى لك التوفيق على النصائح الذهبية بالفعل اللي قدمتي لنا إياها. شكرا جزيلا لك دكتورة شذا. وأنا أشكركم على كل شيء، شكرا جزيلا لحضرتك وللمستمعين. أهلا وسهلا فيكي. أكيد متابعينا صار الوقت لنطلع على فاصل إعلاني ومنرجع بعده لنكمل، خليكم معنا. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب ايد بايد مستقبل احلى، مستقبل احلى. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب لكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران،
خدمات النقل الممتازة. حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية. برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. عودة مجددا متابعينا بصباحك مسك، مثل ما خبرناكم عنا سلسلة من التقارير المميزة والمنوعة والخفيفة. بالبداية بالمقدمة حكينا عن المتحف بانوراما، إن شاء الله رح نعرض لكم إياه بكرة بإذن الله تعالى. أما حاليا خلينا نشوف متحف في يعني فيك تشوف الثلج من خلاله، حتى إذا كنت بفصول أخرى سواء ربيع صيف فيكم تشوفوا الثلج وتستمتعوا بالألعاب الثلجية الموجودة. متحف السحري أو متحف الثلج الموجود في اسطنبول، وهو المتحف الأول من نوعه بمدينة اسطنبول. خلونا نتعرف تفاصيل أكثر عن هذا المتحف، وين موجود وكيف فينا نزوره، وأصلا شو في شغلات ممكن نشوفها بداخل هذا المتحف بالتقرير التالي. من أهم الأماكن الترفيهية والسياحية في تركيا المتحف السحري أو ما يسمى متحف الثلج بوز موزيسي، وهو المتحف الأول من نوعه في مدينة إسطنبول. متحف مخصص للثلج بمساحة قدرها 1400 متر مربع. صمم المتحف من قبل مجموعة كبيرة من النحاتين المتخصصين في مجال تصميمات الثلوج، تم استخدام معظمهم من السويد، ويحتوي على ما يعادل 170 طنا من الثلوج التي تم جلبها من إسطنبول والسويد. عند زيارتك للمتحف سيقدم لك المسؤولون لباسا يسمى الإسكيمو لتقي جسدك من برودة المكان الذي تصل درجة حرارته إلى 5 درجات تحت الصفر صيفا أو شتاء على حد سواء. وللمتحف أقسام متعددة، البداية ستكون من النفق الجليدي حيث المتعة والتشويق، إذ يضم منحوتات ثلجية عن الفايكينجز وهم محاربو الدول الإسكندنافية والتي تتمثل في الدنمارك والسويد وأيسلندا والنرويج، مرفقة بشروحات ومعلومات عنهم من خلال الكتابة على الجليد، إلى جانب مجسمات طيور البطريق المنحوتة بأحجام مختلفة. أما القسم الثاني فيضم العديد من العروض المائية كالسفن الثلجية العملاقة، إضافة إلى معلومات عن طبيعة الإسكندنافية بأشكال ثلجية تعبر عن طريقة زراعة وصناعة الحرفية البسيطة التي كان يتقنها سكان المنطقة الإسكندنافية. وفي القسم الثالث بإمكانك أن تتذوق عصير الفواكه المثلجة، ويتميز ذلك المكان بوجود عمال يرتدون زيا بمظهر عجيب مصنوع من الثلج بالكامل. ولمن يرغب بزيارة متحف الثلج فليس عليه إلا التوجه إلى مركز التسوق فورم إسطنبول في منطقة بيرام باشا، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 ليرة تركية للكبار و15 ليرة تركية للصغار. بتقريرنا المميز هذا صراحة متابعينا، وموقعه المهم موقعه القريب يعني اللي ممكن بيقدر أي حدا يروح يزوره، موجود بالفورم، منطقة الفورم وفورم اسطنبول كلياتنا بنعرفه. كتير حلو أنه نزور هيك متاحف، ممكن بإمكانكم بأثناء أيام العطل وخاصة بما أنه صار يوم السبت مفتوح بإمكانكم تزوروا هيك متحف وأيضا تشوفوا المناطق المميزة فيه وتلتقطوا الصور التذكارية مثل ما
خبرناكم بالتقرير. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا بهذا التقرير اللطيف. أكيد موعودين بسلسلة من التقارير المميزة اللي حنظل نخبركم عنها ونصور فيها أهم المناطق في تركيا أو حتى أهم الأمور المميزة سواء من عادات أو مواقع أو حتى أكلات تركية أو ألعاب تاريخية تركية مشهورة بتقاريرنا المميزة. خلصت حلقتنا لليوم صراحة، مضت بسرعة ومضى الوقت بسرعة، لكن إن شاء الله نكون قدرنا قدمنا لكم معلومات مهمة بهذا الوقت بصباحك مسك. كل الشكر لكادر مسك اللي كان معنا مرافقنا من البداية، والشكر الأكبر لضيوفنا يلي كانوا معنا بحلقتنا. أكيد الشكر موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا يلي تابعتونا، وإن شاء الله لقائنا بكرة رح يتجدد بإذن الله تعالى بمشوار جديد وضيوف ومواضيع أخرى منوعة بتهمكم بإذن الله تعالى. كنت معكم أنا هلا الملاح، تبوا بألف خير، إلى اللقاء. بلادي معطر صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهاري تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سمية وجبن وخبز محمر، صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتهون وأكثر. مسكو عمت على هالراي لمحبتنا أحلى حكاي، إيد الطبط بجرح وهم، إيد تغني فرحة تلم، إيد ترسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا، مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا. في تجربة لأحد معلمي الخزف قرر توزيع الطلاب لمجموعتين، القسم الأول أخبرهم أنه سيقيم درجاتهم بحسب الكم، أي الذي يحضر عددا أكبر من الأواني سيحصل على درجات أعلى، بينما المجموعة الثانية أخبرهم أنه سيتم تقييمهم حسب الجودة، والمطلوب فقط هو قطعة واحدة. والغريب أنه في نهاية الفصل كانت أجمل الأواني من نصيب المجموعة التي تحاسب على الكم وليس الجودة. لماذا؟ العمل المستمر للمجموعة التي كانت ستقيم على الكم ساعدهم على التعلم من أخطائهم وتحسين إنتاجهم مع كل إناء جديد، وبالتالي بنهاية الفصل اكتسبوا خبرة عملية تمكنهم من صناعة أوان بجودة عالية، وهذا ما لم يحصل مع المجموعة الثانية. وهم المثالية والبحث عن الكمال، تجنب البعض البدء بالعمل هو عدم إكماله، وهو ما يؤثر على ثقتهم بقدراتهم وبالتالي على الإنجاز. الرسام الفرنسي بول سيزون كان يعتقد أن أعماله ليست جيدة كفاية كي يوقع عليها، فكان يتركها جانباً كي يحسنها، فانتهى به المطاف أن يوقع على 10%.